عندي تفاصيل كتيرة النهاردة عن أخبار الأهلي اللي موجودة في السوشيال ميديا، ولكن نطلع نتابع آخر أخبار الترند. كبيرة جدا. اهلا بحضراتكم من جديد واخر اخبار الترند، والبدايه هتكون من ترند الاهلي. البدايه في ترند الاهلي من حساب القاهره 24. ملعب القاهره 24 بيقولوا خاص الاهلي يجهز شكوى للمجلس الاعلى للاعلام بسبب الشائعات ضد نجومه. حقيقي الفتره الاخيره الشائعات ضد لاعبي النادي الاهلي زادت عن الحد، وكل الشائعات بتدور حول ان الشناوي محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي وحارس مرمى النادي الاهلي عنده مشكله، مرة مع إمام عاشور، مرة مع كهربا، مرة مع مدير الكورة، مرة مع طبيب الفريق، مرة مع محمد عبد المنعم. ويبدو أن الشخص الذي يثير مثل هذه الشائعات يحتاج إلى موقف قوي. فالقاهرة 24 من خلال مصادر ليهم أن الأهلي يجهز شكوى. الأهلي قد يتقدم بشكوى، بيدرس الأمور من جميع جوانبها. هناك مجلس أعلى للإعلام أكيد بيتابع مثل هذه الأخبار اللي بتعمل بلبلة وإثارة في الرأي العام، فبالتأكيد لازم يكون في موقف قوي وقرار قوي ضد هذا الشخص اللي بيتعمد دايما إثارة الشائعات والبلبلة من أجل الترند. هو بيحب يكون ترند، بيحب يكون مشهور، بيحب الناس تتكلم عنه، فأخباره كلها بتبقى أخبار مغلوطة. وللأسف النوعية اللي زي دي محتاجة قرار قوي عشان كل واحد يعرف إيه الحول ليه وإيه الواجبات اللي عليه. طيب نروح ليه حساب كرة بلس، وبيقولوا عاجل تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من الدوري. اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا بالجولة الثانية من الدوري، والتي كان من المقرر أن تقام 27 من الشهر الجاري، بعد تحديد كاف موعد مباراة الإياب للأهلي أمام سان جورج يوم 29/9 بدوري الأبطال. ده بيان رسمي طبقا للمنشور في كورة بلس عن رابطة الأندية. على فكرة ماتش الأهلي وسان جورج لقاء الذهاب يوم الأحد اللي جاي الساعة 8 بتوقيت القاهرة. اتحاد الكرة أو رابطة الأندية لما وضعت مباراة سيراميكا يوم 27/9 كان على أمل إن ممكن لقاء العودة مع سان جورج لقاء الإياب في القاهرة ممكن يكون 1 أكتوبر. ولكن فريق سان جورج هيلعب لقاء الذهاب في القاهرة، فبالتالي مش محتاج إنك يعني الفريق يفضل قاعد في القاهرة من يوم الأحد لغايه الحد اللي بعديه. فبالتالي تم تبكير موعد لقاء الاياب عشان يتلعب في اول يوم من مواعيد اجنده الكاف. المباراه هتتلعب يوم الجمعه، وده لقاء الاهلي، ده لقاء الاياب على استاد الاهلي استاد القاهره، والمباراه دي هتتلعب الساعه 7، لكن لقاء الذهاب هيتلعب الساعه 8 باذن الله. طيب حساب كره 11 سيعودون قريبا. الاهلي يحدد موعد مشاركه 5 مصابين في المباريات الرسميه، ده من أجل دعم الفريق في البطولات التي سيشارك بها الأهلي. مين الخمسة؟ عمرو السولية وهو عنده تمزق في العضلة الخلفية، متوقع عودته خلال 3 أسابيع. محمود متولي يعني في تخوف من تجدد الإصابة، ولكن هيبدأ يشارك تدريجي في التدريبات خلال الفترة اللي جاية. خالد عبد الفتاح، وده الجزء اللي سألت فيه زميلنا محمد توفيق، لأن الطبيب وده على عهدة كرة 11 بيقول إن الطبيب أوصى بعدم عودة خالد عبد الفتاح إلا بعد أسبوعين، لأن كان المطلوب أن خالد ما ينزلش تدريبات ولا مباريات إلا بعد شهرين من إجراء العملية الجراحية اللي أجراها في التركو. ألف مليون سلامة على لاعبتنا. طيب نروح لحساب اليوم السابع. كولر يحدد موقف أكرم توفيق من المشاركة مع الأهلي في مباريات الدوري. وزي ما قلت لحضراتكم وزي ما قال زميلنا محمد توفيق، أن كريم فؤاد
دفع كولر بيه في التوقيت اللي شايفه مناسب، وربنا كرمه واحرز هدف. اكرم توفيق جاهز، اكرم توفيق ما عندوش مشكله الحمد لله طبيه ولا بدنيه، ولكن امتى الدفع بيه في المباريات هتبقى وجهه نظر فنيه لمارسيل كولر. ما تنسوش ان الاهلي لما كان موجود في المعسكر النمسا سافر اكرم توفيق وكريم فؤاد وامام عاشور الى الطبيب النمساوي، واللي عمل فحص طبي على الثلاثه وادى كارت اخضر لمشاركه الثلاثه في التدريبات والمباريات. امام بيشارك، كريم امبارح لعب، لسه توقيت اكرم، وبالتاكيد ان شاء الله نستنى الفتره المناسبه اللي ممكن يدخل فيها اكرم توفيق، لان كل ما يكون عندك اكثر من لاعب في اكثر من مركز ده بيبقى شيء رائع جدا، عشان تقدر تريح، تقدر تعمل استشفاء، تقدر تعمل تدوير كل 3 ايام مباراه، ومن بطوله لبطوله لبطوله، مش بطوله واحده، ده انت بتنتقل من بطوله لبطوله ثانيه. ولسه حتى بعد ما نخلص ماتشين سان جورج هنروح على بطوله ثانيه، بطوله الكاس يوم 4 اكتوبر نصف نهائي الكاس البطوله الماضيه. نخلص من ده هتبدا الاجنده، تطلع الاجنده بتاعت المنتخب منها على ماتش سيمبا، ماتش الافتتاح يوم 20/10 باذن الله في ملعب بنجامين مكابا في تنزانيا. حساب يلا كوره ومصدر ليلا كوره بيسالوا على موضوع بيرسيتاو. المصدر قال ان بيرسيتاو تعرض لاصابه بكدمه قويه وسيخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من مواجهه سان جورج الاثيوبي. زميلنا محمد توفيق برضه اكد لنا ان الكدمه الحمد لله مش قويه، والنهارده هيتحدد موقف بيرسيتاو. حساب في الجول بيتكلم على الثنائيه الرابعه لتاو. سجل بيرسيتاو هدفين في مباراه واحده مع الاهلي للمره الرابعه خلال مسيرته مع الفريق الاحمر في مختلف البطولات. ضد الاسماعيلي احرز هدفين والاهلي كسب 4. ضد وفاق سطيف الجزائري احرز هدفين والاهلي فاز 4. ضد الترجي التونسي كمان احرز هدفين. ضد المصري احرز هدفين. بيرسيتاو كواليتي لاعب اجنبي من الطراز الفريد اللي ما كانش موجود في الدوري المصري خلال اخر 10 سنين بصراحه. حساب بطولات، اتحاد العاصمه بيرد عبر بطولات على امكانيه بيع بلعيد الى الاهلي. كان في كلام ان طلع بدر الدين، او كان في كلام طلع يعني على بلعيد انه ممكن ينضم للاهلي، ولكن بدر الدين جعفر المتحدث الرسمي لاتحاد العاصمه قال ايه، والكلام ده على مسؤوليته هو. قال كان هناك اهتمام من الاهلي بضم اللاعب رسميا، ولكن اللاعب عنده شرط جزائي ولن نقف امام رغبته اذا كانت هي الرحيل الى الاهلي، ولكن حتى الان الاهلي لم يتحرك بشكل رسمي لدفع شرط جزائي وضم اللاعب الى صفوفه. عموما القيد المحلي اتقفل، فاذا كان هناك رغبه في هذا الموضوع كلام لسه على ميركاتو الانتقالات الشتويه. طب حساب كره 11، وفي تصريح لجوفاني البر نجم بايرن ميونخ السابق ومسؤول التسويق الحالي في النادي الالماني، قال ايه؟ اذا رغب مسؤول الاهلي في مشاهده استاد اليانز ارينا على الطبيعه من اجل الاستفاده لبناء استادهم الجديد سيكون لنا شرف استقبالهم. ده تصريح من جوفاني البر نجم بايرن ميونخ السابق، وحاليا هو مسؤول التسويق الحالي في النادي الالماني. طيب نروح للترند المحلي، والنهارده اتحاد الكره اعلن رسميا عن معسكر منتخبنا الوطني اللي هيتلعب في مدينه ابو ظبي وتحديدا في مدينه العين، عشان معسكر جيد قبل تصفيات كاس العالم اللي هتنطلق في شهر نوفمبر. تعاون مستمر بين مجلس ابو ظبي الرياضي والاتحاد المصري. العين تحتضن معسكر منتخب مصر اكتوبر المقبل. عارف العواني، نرحب بالجماهير في وديتي الفراعنه امام زامبيا والجزائر. جمال علام، إقامة المعسكر بالإمارات يضمن النجاح وتحقيق أقصى استفادة فنية. سيف الوزيري، التعاون مع مجلس أبو ظبي أكيد بيكون له تأثير إيجابي على تحضيرات منتخبنا في المرحلة المقبلة، وعلى التعاون الرائع ما بين مجلس أبو ظبي الرياضي وبرزنتيشن، وأيضا كمان اتحاد الكرة في جميع المحافل سواء خاصة بمنتخبنا أو حتى في استضافة كأس السوبر للأندية الأبطال في شهر ديسمبر في ابو ظبي. معنى كده ان المباراتين او المباراتين اللي هيلعبهم منتخبنا هتكون في استاد هزاع بن زايد. بدا العد التنازلي، منتخبنا الوطني لكره القدم يستعد لمعسكر تدريبي مكثف بدوله الامارات العربيه، وده في اطار التعاون اللي تم بين مجلس ابو ظبي الرياضي وتصريحات للاستاذ عارف العواني الامين العام لمجلس ابو ظبي والمتحده للتسويق الرياضي من خلال استاذ سيف الوزير وتصريحه على هذا التعاون الموجود مع مجلس ابو ظبي. هنلعب مع زامبيا يوم 12 اكتوبر في استاد هزاع، وهنلعب مع الجزائر يوم 16 اكتوبر، وعلى طول بعد مباراه الجزائر على طول لعيبه الاهلي هتنضم للنادي الاهلي عشان ماتش سيمبا يوم 20. كويس ان الماتش 16 مش 17، ولكن لسه الاهلي عنده ازمه في مساله سفر علي معلول
سفر بيرسيتاو وأليو ديانج يعني هيبقى أمر صعب جدا في الوقت، لأن كمان معلول هيكون في اليابان. لو سافر في الطيران الطبيعي يوصل ليلة مباراة سيمبا. يعني أتمنى يلحق ويتشاف حل للمسألة دي مع رابطة الدوري الإفريقي الـ AFL، تقدر تاخد قرار خلال الساعات اللي جاية. كرة 11 وبيتكلموا على أن في أمر سلبي وسيء للغاية. روي فيتوريا يخرج عن صمته ويطالب اتحاد الكرة بسرعة التحرك لحل أزمة الجماهير المصرية. طيب. فيتوريا على فكرة بتكلم على فكرة ضرورة إيجاد حلول عاجلة لأزمة عزوف الجماهير عن حضور مباراة منتخب مصر. بصراحة يعني أنا بشكر روي فيتوريا على أنه حط إيده على المشكلة دي، ولازم المسؤولين عن اتحاد الكرة يشوفوا حل للموضوع ده. لو هناك قرارات بتسبب أزمات مع الجماهير يبدأ يتشاف حل، عشان منتخبنا ما ينفعش يتضرر من قرارات سلبية بتؤثر على الأندية، وبالتالي بيبقى منتخبنا ضحية هذه القرارات والمنتخب ما بيحضرلوش جمهور. طيب سؤال الحلقة النهاردة، رأيكم في أداء الأهلي أمام المصري ومين نجم المباراة؟ أستاذ عصام بيقول ليست قوة ولا اثنين ولا ثلاثة بل قوة رباعية، أداء، سيطرة، انسجام، استحواذ. تحياتي ليك يا أستاذ محمد، شكرا ليك يا أستاذ عصام، شكرا جزيلا لحضرتك. أستاذة نورة بتقول مساء الخير، نجم المباراة كولر إنه قدر يخرج الفريق من حالة الخسارة للشكل الروعة اللي ظهر بيه الفريق أمس وحالة الانسجام والحب اللي بين اللعيبة. مظبوط يا نورة، أنا قلت الجزئية دي، كولر نجح في التعامل النفسي بشكل رائع جدا. أستاذ عبدالله رضوان بيقول مساء الخير يا أستاذ محمد، مباراة كبيرة للأهلي خصوصا في الشوط الثاني، بصراحة كلهم نجوم لكن رقم 10 وشه حلو على بيرسيتاو. إمام عاشور عندك المزيد، لكن وجهة نظري كوكا هو نجم المباراة لأنه جاي من بعيد، كون أنه يلعب أساسي على مروان عطية فده شيء مش سهل، دي البداية يا أهلي لكن اللي جاي صعب. الناس بصراحة مذاكرة ومركزة في التفاصيل. أستاذ رمضان بيقول أداء رائع ومميز جدا وتألق وإبداع من جميع اللاعبين بلا استثناء، وأداء فردي مميز من إمام ورضا سليم وتاو. نجم المباراة هو الفريق بالكامل، لاعبين وجهاز فني وأداء وروح في كل أجزاء المباراة، يظهر التميز الفني والخططي على أرض الملعب في كل جوانب المباراة. شكرا ليك يا أستاذ رمضان. قدر إمكاني حاولت كده أخد أراء سريعة على أداء الأهلي أمام المصري وكمان مين هو نجم المباراة. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.